بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. دائما تتمة قياس محيط ومساحة المضلعات الاعتيادية، كتاب جيد للمستوى السادس. اليوم مع الصفحة 40 نبدأ بتصحيح التمرين 11، ولكن قبل ذلك دائما أنجز ثم صحيح. أحسب محيط ومساحة الشكل الملون بالأحمر. إذا نبدأ بالمحيط، نعلم أن محيط الأشكال هو الأضلاع الخارجية. إذا نحسب الأضلاع الخارجية، ولكن من طبيعة الحال خصني ننتبه للوحدات. عندي هنا متر، عندي هنا ديسيمتر، عندي سنتيمتر. إذا دائما خصني ندير في نفس الوحدة. إذا نبدأ بالتمرين 11. إذا المحيط، إذا هنا نبدأ من الضلع 18 متر، نخدمه بالمتر من الأحسن، زائد هنا غنحولوا هذه المتر، تعطينا 12.2، ثم 7 متر، زائد 7 متر أو 7 × 2 بحال، ثم نحول إلى المتر. إذا سنتيمتر ديسيمتر المتر، إذا 19.34، ثم 10. من طبيعة الحال بعد القيام بعملية الجمع سنجد 73.54 متر. ثم الآن مساحة الشكل الملون. إذا هنا هي المساحة ديال الشكل الملون، يمكن أن نحسب هذا المستطيل بوحده، ثم المثلث، ثم المربع، ثم المثلث، ونطرح منها هذا المربع الأبيض لأنه ما داخلش في الشكل الملون، هما طلبوا منا غير الشكل الملون بالأحمر فقط. إذا بالنسبة للمستطيل هي الطول ضرب العرض، يعني 18 × 10 تساوي 180 متر مربع. بالنسبة لي مثلا هذا المثلث، إذا القاعدة ضرب الارتفاع هما اللي بيناتهم زاوية قائمة. إذا القاعدة هي 18 ضرب الارتفاع، هذا راه هو 7 لأن هذا مربع، قسمة 2. ديما المثلث نقسمو على 2، إذا هي 63 متر مربع. ثم المربع هو الضلع ضرب الضلع، 7 × 7، ثم هذا المثلث الصغير، هذا المثلث الصغير هو القاعدة اللي هي 7 ضرب الارتفاع اللي هو 10 قسمة 2. إذا 7 × 10 قسمة 2 هي 35 متر مربع. ثم نجمع هذه المساحات ونطرح منها هذه المساحة اللي هي 25 ضلع ضرب الضلع. إذا لجمعنا 180 زائد 63 زائد 49 زائد 35، بطبيعة الحال نحصل على 327 متر مربع. ثم الآن المساحة ديال الشكل هي هاد 327، نطرحو منها كما قلنا هذا المربع الأبيض اللي هو 5 × 5. إذا 327 ناقص 25 تساوي 302 متر مربع. نمر إلى التمرين 12. إذا ABCD مستطيل، ABCD مستطيل، DCEF، DCEF مربع، DCFG، DC اف جي متوازي اضلاع. احسب محيط ومساحة المضلع ككل. اذا نبدأ بالمحيط، محيطه، نبدأ بالمحيط. اذا بالنسبة للمحيط نعلم ان محيط اي مضلع هو مجموع الاضلاع الخارجية. اذا هنا عندنا، لاحظوا هذا متوازي الاضلاع، بمعنى هنا 4 سنتيمتر، اذا انت هنا غتكون 4 سنتيمتر، اذا انت هنا 4 سنتيمتر، لأن هذا مستطيل وهذا متوازي الأضلاع. إذا 4 + 2، إذا نبدأ بالمحيط، إذا نبدأ بهذا 4 لأن هو هذا، كنا هذا 4 حتى هذا غيكون 4، إذا حتى هذا غيكون 4. إذا 4 + 2 زائد هذا بينهم مربع، يعني حتى هو 4 بحال هذا، زائد 4 لأنه مربع،
زائد 4 على أنه مربع زائد هذا متوازي الأضلاع. إذا هنا غنحتاجو هاد الجدي هو اللي بقى لينا هنايا. إذا لاحظوا أن الجدي راه هو سي إف، يعني هو القطر ديال هاد المربع، وحنا كنعرفوا أننا بغينا قطر المربع، بغينا القطر ديال المربع، هي كنشدو المساحة ديال المربع كنضربوها في 2 وكنقسموها على القطر الآخر، مثلا هذا القطر هو نفس القطر، إذا غنرمزو ليهم بنفس الدي. غنحسبو حنا المساحة ديال هاد المربع هي 4 × 4 هي 16، يعني الضلع ضرب الضلع هي 4 × 4 هي 16 سنتيمتر مربع. إذا المساحة هي 16، كنعرفو حنا أن مساحة المربع هي الضلع في الضلع أو القطر في القطر قسمة 2 بحال المعين. إذا إلا ضربنا هاد 16 في 2 باش تعطينا الضعف ديال المساحة غتعطينا 32. دونك شناهو العدد اللي نضربو في نفسه ويعطيني 32. نمر إلى المساحة، المساحة غنحسبو مساحة المستطيل زائد مساحة المربع زائد مساحة المثلث. إذا مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض، يعني 4 × 2 زائد المربع هي 4 × 4 زائد المثلث هي 4 × 4 قسمة 2. إذا هي 8 × 16 + 8 إذا هي 32 سنتيمتر مربع. إذا 8 × 3 = 10، حق المستطيل شكل طوله 142 متر وعرضه 112 متر. ما محيطه؟ نعلم أن محيط المستطيل هو الطول زائد العرض ضرب 2، إذا 142 زائد 112 ضرب 2 تعطينا 508 متر مربع. تمرين 14، أحسب مساحة مربع طوله ديال هي 8 سنتيمتر. إذا مساحة المربع هذا ألف، مساحة المربع هي ضلع ضرب ضلع، إذا هي 8 × 8 هي 64 سنتيمتر مربع. ب، أحسب مساحة مستطيل طوله ديال هي 4 وعرضه 2.5 سنتيمتر. مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض، بمعنى 4 × 2.5 هي 10 سنتيمتر مربع. جيم، احسب مساحة مثلث قائم الزاوية في أ، بحيث إذا هذا مثلث قائم الزاوية في أ، في أ هنا، إذا أ ب 6 سنتيمتر، أ ب 8 و ب 10. إذا نعلم أن مساحة المثلث هي القاعدة ضرب الارتفاع قسمة 2. إذا القاعدة 8 والارتفاع 6، هذا ما نحتاجوش. إذا 8 في 6 قسمة 2، إذا 48 قسمة 2 هي 24 سنتيمتر مربع. ثم التمرين 15، أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة المعينات التالية. إذا نبدأ بالمعين A، إذا نبدأ بالمعين A مساحته، إذا نعلم أن مساحة المعين هي القطر الكبير ضرب القطر الصغير قسمة 2. إذا 18 سنتيمتر ضرب 7 قسمة 2، إذا غتعطينا 63 متر مربع. هذا التمرين 15، إذا 63 مربع. بالآن نفس الشيء، قطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2. إذا بلا ما نبقاو نعودو القاعدة، لأن قاعدة واحدة فقط، إذا 6 × 2 قسمة 2 هي 6 سنتيمتر مربع. بالنسبة للسي نفس الشيء، هذا راه مربع لأن عنده الأضلاع متقايسة وفيه زاوية قائمة،
إذن نفس الشيء، 3 ضرب 3 قسمة 2، لأن المربع كنحسبو الضلع ضرب الضلع، أو القطر ضرب القطر قسمة 2 بحال المعين. إذن 9 على 2 4.5 سنتيمتر مربع. ثم الآن التمرين 16، احسب مساحة مربع محيطه 24 سنتيمتر. إذن لك المحيط 24 سنتيمتر، نقدر نحسب الضلع، الضلع هو المساحة قسمة 4. عفوا، هو المحيط ليس المساحة، الضلع هو المحيط قسمة 4، يعني 24 قسمة 4 راه يعطيني الضلع. هذه القاعدة. إذا دابا ولا عندي الضلع، نقدر نحسب المساحة. S هي الضلع ضرب الضلع، هي 6 في 6 هي 36 سنتيمتر مربع. B أحسب مساحة مستطيل عرضه 8 ومحيطه 36. إذا مساحة مستطيل عطاونا العرض ولكن ما عطاوناش الطول، الطول غنجيبوه من المحيط، لأن القاعدة تقول إلا بغيتي الطول ديال المستطيل هو المحيط قسمة 2 ناقص العرض. إذا المحيط هو 36 نقسمه على 2 ونقص منه العرض اللي هو 8. إذا 36 مقسومة على 2 هي 18 ناقص 8 هي 10، 10 سنتيمتر، 10 سنتيمتر هذا هو الطول. دابا يمكن لي نحسب المساحة. إذا المساحة هي الطول ضرب العرض. إذا الطول حسبته هو 10 والعرض عطاه لي هو 8، هي 80 سنتيمتر مربع. يعني مسألة قواعد فقط، خص تكون غير حافظ القواعد مزيان. 17، ألاحظوا الشكل ثم أحسبوا الأطوال F G E H I G. إذا نبدأ ب F G، F G إذا هذا كامل من هنا تل هنايا هي 98، ونقص منها من A حتى من عفوا نقص منها هاد العشرين ونقص منها 12 ويبقى لي F G. إذا F F G هي B G كاملة ناقص من B G، نقص منها B C زائد هاد الطرف هذا اللي هو هذا دي او. اذا بي جي كامله هي 98، بي سي هي 20، ودي او هي 12. اذا 20 98 ناقص 32 هي 66 متر، 66 متر. دابا اي اش، اي اش فين هي اي اش؟ هاي اي اش، اي اش نفس الشيء، غنشد من بيتا الجي اللي هي 98 ونقص منها هاد اش جي، غتبقى لي غير هاد اي اش. اذا 98 ناقص 83 اذا هي 15 متر. دابا اي جي، اي جي هي هادي، بمعنى نشد هذا كامل نقص منه 18، هذا كامل راه هو 73 ناقص 18 اذا هي 55. دابا ب محيطه، اذا نعلم ان المحيط هو مجموع الاضلاع الخارجيه فقط. اذا غنبدا من هنايا ندير 20 زائد 26، إذا 20 زائد 26 هي 20 زائد 26 زائد 12 زائد 26، ويمكن لنا نديرو 26 في 2 في دقة لو بغينا نختصرو، زائد اف جي سبق لنا وحسبناها هي 66 زائد 18 زائد اي اش سبق لنا حسبناها هي 15
زائد اي جي حسبناها هي 55، زائد اي جي اللي هي 83، زائد ابي اللي هي 73. تنديروا العمليه الحسابيه ديالكم وغادي تحسبوا. ندوزو دابا الجيم مساحته مساحة الشكل. عندي بزاف ديال الطرق، إذا نقدر مثلا نقسم هاد الشكل هذا. إذا هنايا نقدر نقسم هذا، عندي اي اش هي 15 حسبتها قبيلة، ونضربها في 18 غتعطيني صغير. نجي مثلا لهذا كامل نحسبه بوحده، عندي في 83 في الطول وعندي 73 في العرض، وغنجمعو مع هذا ونطرح منهم هذا البيض. هذا البيض هذا فيه 12 ضرب 26، يعني الطول ضرب العرض. اذا نحسب هذا كامل، نزيد عليه هذا المستطيل الصغير ونطرح منهم هذا البيض هذا. اذا هذا كامل 73 ضرب 83، زائد هذا الصغير اللي هو 15 ضرب 18. ملي غنحسبهم غنطرح منهم هذا البيض هذا. اذا غنحسب العمليات، عمليه 83 في 73 عطينا 6059، 15 في 18 ديال هذا المستطيل الصغير 270. دونك ملي غنجمعوهم 9 زائد 0 9، 5 و 7 12، 1 جوج واحد و 0 هي 3 و 6 متر بطبيعة الحال مربع. ثم هاد الابيض هذا غادي نسموها مثلا واحد، وهذه اس جوج، اس جوج ديال هاد الابيض 26 في 12 طول في العرض، 26 في 12 هي 312 متر مربع. دابا اس ديال المضلع او الشكل، اذا هنا كل شيء هادشي هذا يعني حسبنا هذا كامل، وهذا عطانا 6329. غنقصوا منها هاد الابيض هذا اللي هو 312. نديرو مثلا العملية، نديرو مباشرة، 9 ناقص 2 7، 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 3 0، 6 ناقص 6. ثم التمرين رقم 18، احسبوا مساحة الشكل ABCDE. اذا كما تلاحظون الشكل مكون من ثلاث اشكال، مثلث مستطيل مربع. نحسب مساحة المثلث، هي القاعدة ضرب الارتفاع قسمة 2، ثم نحسب مساحة المستطيل طول ضرب العرض، ثم مساحة المربع الضلع ضرب الضلع، ثم نقوم بجمع المساحات الثلاث لنحصل على مساحة الشكل الملون اللي هي 24 سنتيمتر مربع فاصلة 8. جيد، نمر الآن إلى التمرين الأخير و 19. جو كالكول لو بيريمتر دي فيغور سويفونت، يعني بيريمتر هو المحيط، غنحسبو المحيط ديال هاد لي فيغور. أ ريكتونجل في لونغور ديالو الطول 3.5، و في لارجور في العرض 15 مليمتر. ردو البال خصنا نديرو نفس الوحدة، ديما خصكم ديرو نفس الوحدة. إذا البيريمتر ديال المستطيل، إذا هذا التمرين 19، إذا البيريمتر ديال المستطيل هو الطول زائد العرض ضرب 2، اذا الطول هو 3.5 زائد العرض، نحولو من المليمتر للسنتيمتر باش يولو نفس الوحدة، اذا 1.5 ضرب 2. اذا الا جمعنا هادو غيعطينا 5 في 2 10 سنتيمتر. بالنسبة ل بي هذا أ، بالنسبة لي بي لوزونج، إذا كنعرفو بأن البيريمتر ديال لوزونج هو بحال المربع، الضلع ضرب 4، الضلع هو 12.5 ضرب 4، إذا بي تساوي 58، ياك 48، إذا 50 سنتيمتر. هذا هو المحيط. إذا إلى هنا انتهت تمارين الصفحة 40. لا
لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا منكم ولايك للفيديو. أي استفسار ضعوه في تعليق، والشكر جزيل لكم ولانتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.